نرجع بعد فيروز للرزنامة في الحيز بأخي سي عبد الرزاق، مرحبا بك. به نحافظوا على برودة الأعصاب وعلى الهدوء وعلى الابتسامة مهما يصير، على خاطر ما نجم نواجهوا الصعوبات ولا الحاجات الخايبة اللي قاعدة تصير لنا إلا وقت اللي ناخذوا معها مسافة ونكونوا على قدر من الهدوء ومن التفاؤل ومن الابتسام. على هذاك الوقت الكل ريتوني مبتسمة مش مكشبرة ومش مفجوع بالكل. والتفاؤل جبناه بالبهايرة. ساعة قبل خلنا نعطيو الدات قبل ما نمشيو للبهاير. اليوم نجيب الفاز بحذايا 28 ديسمبر 2017 بالتقويم الولوسي، أيوة. 29 ديسمبر 1967 بالتقويم البربري الأمازيغي الجربي. نعم. اليوم يا أمان مازلت لنا 4 أيام فقط باش يوفاو ليلي البيث وندخل في ليلي السود، فوالا. و5 أيام باش يدخل راس العام الفلاحي اللي نسميه عربي ولا عجمي. اتفق. يدخل نهار 14. في تحول مناخي ولا تحول معناتها في عنده تأثير على المنتوجات الفلاحية بما أنه هو راس العام الفلاحي؟ أي عنده تأثير كبير، هو المناخ يتبدل، تصب المطر أكثر من تو. وعلاش سموها ليالي سود؟ خاطر الصيف تصب فيه برشا مطر. ولا خاطر الصيف نتاع النباتات اللي هو الدم نتاعها يطلع للأغصان وتنور، وأول شجرة تنور هي اللوز. تبدا في الربيع تنور. أي. اللوز ينور في آخر جانفي. وساعات حتى في تنبك الشتاء في عز الشتاء نراو الشجرات نتاع اللوز منورين محلاهم بالحق. يعطيك الصحة. هذه البهيرة وإلا لو نارسيس وإلا زهرة النرجس. هاي قدامكم عندنا تصور نتاعها توا تراوها هوني في الفاز. علاش حبيت تحكي لنا على البهيره سي عبد الرزاق؟ البهيره تطلع توا على الوديان، تطلع تحت الاشجار. والبهيره يقولوا كي تجي البهيره البرتقان يولي عنده مطعم اخر. داكوغ. باهي. هي كي تبدا تحت الشجره تعطيها نجم نقولوا الريحه نتاعها، ثم حتى الناس يقولوا تعطيها المطعم نتاعها، معناها مثلا التومسون ريحته بهيره ومطعمه بهيره. تنبت بشكل تلقائي تحت اشجار البرتقاله ولا نغرسوها، وهذيك الراس نتاعها هذيك انا قبيله كي شفتها على الطاوله هذيك قلت لك بصله تنجم تمدها سي عبد الرزاق نراوها بزيلشه. يقولوا بصله للكاميرا، يقولوا البصله نتاع البهيره. دونك بصله ماهيش غالطه الحكايه، سي ان اونيون فينالمون. اتوكا في المرعاي يقولوا بصله مزاجيه، ما هي بولب يقولوا بالفرنسيه بولب. هذايا اللي يبدا معناتها الجذور نتاعها يبدا مغروسين في الارض، وهذايا كي تطلع هكا ومن بعد تنور. هذا يستهلكوه الناس ولا ما يستهلكوهش؟ لا ما يتاكلش. البهيره مش تمشي ياكلوها. اتفق. وهذه الريحه نتاعها. باهي، بعد البهيره باش نحكيو على نوعيه نتاع تفاح اللي هو لي بوم جالا ولا تفاح جالا. اما انت قلت لي هذا من سبيبه جاية. اي من سبيبه، هو اصله من نوفيل زيلاند ولا فرنساوي. أيوة. ومن فرنسا ولا تونسي. قد ما احنا مبتهجين يكونوا عندنا تفاح كي هذا. شنو راهي خاطر ماهيش كبيره برشا تفاحه. مش كبيره، هي ظريفه و هاي فوق يدي باش تعرفوا تقريبا قداش الحجم نتاعها. كان تحب امال وري اللون نتاعها. داكو خاطر نوري اللون نتاعها. لحظه برهان نوري اللون البرتقاليه هذايا. هي برتقاليه روز لونها. شفتوها ماهيش هايقه على قد يدي، ماهيش هي ظريفه كبيره برشا. هي اكبر من التفاح نتاع جربه. نعرف التفاح نتاع جربه صغيرون بالكل يبدا لونه اصفر. هي اكبر منه ولكنها اصغر من التفاحه الكبيره اللي نعرفوها الحمراء تبدا. والدوم والاخرى ما تدومش. هذه تقعد. تقعد برشا هذه. هذه تقريبا جمعوها في سبتمبر. هذه من سبيبه. من سبيبه، وهي اصلا من نوفيل زيلاند بعد ولات فرنسويه ولات تونسيه. شو يسميوها توانسه؟ شهله. هي لونها شهله. داكوغ، هذه تفاحه الشهله اللي هي لي بوم جالا اللي جات من جالا ولا رويال جالا. ولا رويال جالا ولكن مزروعه في سبيبه. في سبيبه. اش نقولوا امال؟ نقولوا فرحانين اللي عندنا التفاح هذايا، لكن نزيدوا نفرحوا لو كان التفاح نتاعنا اللي قريب يوفى، واللي يوفى كما التفاحه بوتا بقايا. شنو معناتها قريب يوفى؟ ما انا ما عادش موجود. ما انقرض، قاعد ينقرض. قاعد ينقرض. وعلاش ما نحكيوش عليه سي عبد الرزاق؟ نحكيو عليه، حكينا عليه برشا مرات امال، ونقولوا المراكز نتاع البحث الزراعي والفلاحي نتاعنا يلزم يرجعوا. نختموا بالفريز. هذه الفراوله عنده اسم زاده خاص. شاندلير. شاندلير وبالتونسي. الفريز الثاني توا. احلى ريحته بالتونسي بالعربي. فراوله. فراوله هذاك هو. فراوله.
ثم اللي يقولوا فراوله، فراوله كلمه مصريه ماشي. لا فراولو فريز ولا فراولو، فين فين موجود في تونس؟ الفراولو اصله من وشتات تو كله ولا في قربه؟ هذايا من قربه، هذايا من قربه. وتو الموسم نتاع الجاني نتاعو، هذايا الموسم نتاعو، هو الموسم نتاعو كان في جوان ولا نوفمبر ديسمبر جانفي حتى لجوان. اتفقنا. كيفاش نجمو نستهلكوه الفراولو هذيك؟ خلينا نختم معاك اخر معلومه. نجمو ناكلو كيما هو، كيما هو نجمو نحطوه في سلاد دو فروي. قارص ولا مش قارص؟ هو الفراولو كل فيه شويه حمر، شويه قرصيه مش برج، معناتها نجم يتاكل هكاكا من غير اضافه. ناكلو كيما هو، لا سكر لا حتى شيء. بيت... لا لا هو لا، الغله فيها سكر ما يلزمش نزيدوها، ما يلزمش نزيدوها. ونقصوه في سلاطه، قلت انت سلاطه معناتها سلاد دو فروي حلوه ولا سلاطه حتى في سلاطه المالحه؟ لا لا سلاطه المالحه ما جربتش. ما جربتش. بين جربوا مالا سي عبد الرزاق، جربوا قصوا شويه فريز مع طماطم وفقوس وخس وفجل مثلا، ونشوف شنو يعطي المطعم. وليتو ما الخس الليتو ولا حاجه خاص؟ لا ثم الخس هكا اللي نسميوها العربي، والليتو اي ما هي خاص، هي مكعبره اللي مستطولاتو اي. وثم انواع اخرى. ثم انواع اخرى تو نحكيو عليهم في مرات اخرى. شكرا لك سي عبد الرزاق، كانت هذه جولتنا معك في الرزنامه الفلاحيه بالنسبه لنهار اليوم، نهار الاربعاء 10 جانفي 2018 10 ايام طاروا مش هنجوم أيه. العام جديد وان شاء الله عامك مبروك. عايشك وان شاء الله برشا ملوخيه، خاطر باش العام يجينا اخضر. اه خاطر هذا راس العام الفلاح، هذا اللي هو نعملوا فيه الملوخيه. اتفق. مع الاسف الشديد ثم اعياد اخرى فاكل ملوخيه للعام هذا. باش نطيبوها في كل وقت ملوخيه بنينه. اي في كل وقت نبداو نتسبوا عليها باش نطيبوها الملوخيه. شكرا لك سي عبد الرزاق، نخليكم تمشيوا مع فاطمه ومع الدكتور مهيار حربي ونحكيوا على بعض النصائح الصحيه اللي تهم الاطفال. معكم في فقرة أمومة وطفولة لليوم الأربعاء 10 جانفي مع دكتور مهيار حربي، ونتحدثوا على استعمالات الأدوية مدة الصلوحية. تعرفوا الناس الكل تشري الدويات الصغارة ولا الروحة، ساعات ما يكملوش الانتيبيوتيك نتاعهم المدة كاملة اللي يعطيها لهم الطبيب، وساعات الدواء ما يتحطش في الفريجيدير وقت اللي يلزمو يتحط في الفريجيدير. ونجمو زادا نتحدثوا على بعض الأدوية اللي ما تكونش محطوطة في أمكنة مناسبة، وخاصة الدويات اللي نقولوا عليهم 15 يوم ويتلوح ولا 7 ايام ويتلوح الدواء، ثم اللي عاود يستعمل، صحيح ولا غلط دكتور حربي؟ صحيح برشا، وهذه تساؤلات يومية، تساؤلات يومية من الأمهات خاصة. هنا نحب نوضح لهم ياسر هينا معناتها سامبل، فهمني؟ نبداو باغ اكزومبل القطر تاع العينين، القطر تاع العينين حتميا يلزمك بعد 15 يوم تلوح، معناتها اذا واحده نتاع عينين القطر تاع عينين بدينا نستعملوا فيهم ولا اربع خمس ايام كيف نكملوا صغير لاباس نلوحوهم ما نستحضروش بهم. اذا كان استعملتهم بعد 15 يوم هما ما يضروش، مش يضروا الدواء اللي ما عادش صالح، فهمتني؟ اللي ما عادش صالح وماذا بينا نتفاداو وتصير فيه معناتها يلزموا يتلوح. هذا هو هذا الدواء العيني. باغ اكزومبل القطر نتاع الوذنين، القطر نتاع الوذنين هما ماكسيموم 15 يوم، ما بين 15 يوم وشهر، داكور؟ إذا بعد هذا لازمنا نلوحهم. فما بعض قطر نتاع وذنين اللي هما بودر ويتخلطوا بمادة سائلة باش يوليوا قطر، هذوكم ماذا بينا ما نفوتوش ال 10 أيام، بعد ال 10 أيام نلوحوهم، داكور؟ هذا هك. بالنسبة للسيروات، فما المشروبات، فما المشروبات الجاهزة، معناتها ما هياش بودرة وتتخلط. هذوكم عادة نقولوا معناتها من دام مسكر وتقول لاباس هاكو عندنا المدة الصلاحية نتاعو، إن فوا تحل وبدينا نشربوا منه، سيرتو دواء السخانة، دواء الأنتي أفلاماتوار، الالتهابات وكل، ماذا بينا ما نفوتوش
شهرين ثلاثة شهور ويكون مسكر مليح. وين يتحط؟ يتحط ديما على بغيد لا لوميير، معناتها بعيد على الضوء وبعيد على السخانه، معناتها مثلا يتحط في الفريجيدير. في الجدار، في الجدار هي على اربع درجات، يكون مناخ طيب للاحتفاظ به. دونك نبهوا المشروبات الكل، السيروات الكل، ماذا بينا ما نفوتوش شهرين ثلاثة شهور ولوحوم نشريو جديد. ما حتى وكان عندنا القديم ماذا بينا نتخلصوا منه في سافيسا بعد ما نستعملوه شهر شهرين، في ثالث شهر ماذا بينا نلوحوه. ثم اولياء يحطوا مثلا الادويه في 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 البلاكار، وعاده ثم هذاك معناتها نتاع شوفاج سنترال ولا حاجه، وقت اللي يشعلوا ثم سخانه. مش باهي، مش باهي حتى تعرف. دونك ماذا بينا يكونوا في العلبه نتاعهم بعيد على الضوء، ديما في اماكن عاليه باش الصغيرات ما يوصلولهمش. هذا زاد لازمنا ناكدوا عليه. دونك حكينا على المشروبات، حكينا اذا فما دي سسبونسيون هذوك اللي يكون بودر ونخلطوه بالماء باش نشربوه كونه دواء الامعاء ولا دواء، ماذا بينا ما يفوتش كيف كيف الشهر، الشهر ونلوحوه ما نقعدوش نستعملوا. حاجه اخرى الشمع، معناتها المفاتل، المفاتل احنا نقولوا المفاتل اللي لازمهم ديما في الفريجيدير بدون مش محلولين. المفاتل اللي يسخنوا ويذوبوا ومن بعد احنا نحطهم في الجدار باش يعاودوا يبسوا باش نعطيهم، ماذا بينا لا ديما نستحفظوا بهم في الفريجيدار يكونوا يابسين وديما نغزروا الصلاحيه نتاعهم. عندك حاجه اخرى، اذا الطبيب اعطانا زرارق تركيب، زرارق تركيب باش نمشيو للصيدليه ولا للفيرميري معناتها وكل، ديما ننبهوا الهدره وما عادش نعملوا الزريقه في المخروقه نتاع الصغير، ديما نعملوها في الفخذ نتاع الصغير، معناتها اهون وخير وتكون عندنا سلامه كامله، خاطر عندنا عرق في المخروقه نتاعنا يتعدى وخرق العرق لاسير، ما يلزموش يكون على اساس يصير التهاب ولا يصير حاجه يمسك العرق لاسير وما يساعدناش. دونك ديما التزريق النبه ديما يكون في الفخذ نتاع الصغير مش في بقعه اخرى. تحطوا على الانتيبيوتيك دكتور؟ الانتيبيوتيك اون جينيرال، الانتيبيوتيك برشا امهات يقول لك عندهم مشكله باش يعطيو لصغارهم الانتيبيوتيك. أول حاجة مدة الصلاحية، إذا أون فوا تخلط الأنتيبيوتيك ما يفوتش 10 أيام، بعد 10 أيام ولو فضل منه شوية نلوحوا. وعادة يخلطوا هما الدواء وباش يعطيو على امتداد نورمالمون 7 8 9 أيام، ما عادش قداش تحدوا المدة، يعطيو نهارين تيح السخانة. غلط، إذا طبيب عطاك 6 أيام ولا 7 أيام لازم نكملوا. علاش؟ على خاطر صحيح تحت السخانة عمل مفعوله، لكن لازم الانفكسيون تنجم تعاود ترجع، الجرثومة ما ماتتش بالكدا. وحاجة أخرى البدن يستانس بك الانتيبيوتيك يولي يعمل معناتها دي ريزيستانس، فهمني؟ دونك لازمنا نكملوا المدة كاملة. حبيت نعطيهم عندهم شوية مشاكل في عطيان الدواء للصغيرة. الصغير يمشي بالفيزوال، شو عنده بالفيزوال؟ كيف يراك أنت مديت الدبوسة خلطتها ومن بعد ما ديت السرنج باش تجبد بها وما باش تعطيها له ديجا رفضها هو. عمرك ما توري للصغير الدواء اللي انت حضرته. ديما بالسرقه، جاء وقت الفطور، جاء وقت اللي غرته نتاعو ولا الكوتي نتاعو، من الغادي الغادي في الكوجينه نجبدو نحطو نخلطو في قبل المطعم. لازم نبدلو المطعم، نجم نبدلو المطعم ناخذ ياغورته معناتها مطعمها قوي شويه عليه ولا حاجه. استوس اخرى، كي يبدا الدواء فيه مراره في الصغير ما يتقبلوش مليح، ديما نخلطو نحلوه ونحطوه في الفريجيدير. عندك البرد وعندك الفات باش يعمل يبدا محلول ينحيلو كل الصلاحيه نتاع المطعم نتاعو ويكون اسهل للصغير. اما ديما ما نوريوش الصغير اللي احنا قاعدين نجبدوا في الدواء، العمليه هذيك برك هي زريقه تنفر، ينفر منها تماما، ينفر منها تماما، فهمني؟ دونك ديما نخلطوا بالماء. اذا طيب عطانا حراب باغ اكزومبل يذوبوا في الماء، نذوبوهم في دمعه ماء دو بلاش مش كميه كبيره، ومن بعد نحطوهم في طريفه حليب، نحطوهم في حاجه موالف الصغير ياخذها ونعطيها له سنامد من غير ما يشعر الا واخذها. دونك ديما نحافظوا ما نوريوش الصغير الدواء باش ما يرفضوش. شكرا لك دكتور حربي، يعطيك الصحة. احنا نمشيو نواصلوا معكم بقية فقراتنا، نمشيو للديكور والناس المغرومة بالديزاين بالتزويق بالديكور نتاع الديار، باش نشوفوا منى اليوم شنو باش تقدم لنا.
مخلصين فقراتنا، وفي فقرة الديكور تحضر معنا مروة عمري وهي مختصة في الديكور. اليوم باش نحكيو على الناس اللي تحب تشري صالون جديد لدارها، شنية الشروط وإلا شنية الحاجات الأساسية اللي تاخذها بعين الاعتبار وقت شريان لصالون متاعكم. مرحبا، صباح النور. ميرسي بوكو على الاستضافة. مرحبا مروة. إذا مروة فما توا تعرف الفترة هذية اللي يحضروا في رواحهم للزواج، وإلا فما ناس تبدل الفترة هذه نعرفوها خاطر زادة فما معرض قريب إن شاء الله بتاع الأثاث اللي يستناوه المعرض السنوي، نستناوه التوانسة الكل بتبيع حتى يشوفوا الديكور معناتها ويشوفوا شنو آخر صحات الموضة ويعترفوا ويتعرفوا خاصة على المنتوجات التونسية. تخي بيان. كيفاش نختاروا الصالون تاعنا؟ شنو ما ابرز الحاجات اللي ركزوا عليهم وقت نشريوا الصالون؟ دونك فيو اللي توا معناتها هذه سيزون تاع لي موبل، معناها توا باش يبداو لي فواغ. لي كليون كي باش ياخذوا صالون اول حاجه لازم يبدا، معناتها كي باش يمشي باش ياخذوا صالون لازم يبدا فما حاجه يبدا عارفها، اللي هي ماشي باش ياخذوا صالون دو كوان والا صالون دو بلاس تخوا بلاس. اذا كان باش ياخذوا كوان يا حبذا لو كان ما تاخذش كوان معناها يحصرك في لونغلو غوش ولا لونغلو دغوا، يا حبذا لو كان تاخذ معناتها كوان يكون موديولابل، موديولابل معناتها ما يحصركش تنجم تحطها صحيح ذكاء. اي باش ما كنا نبسطوا شويه مروه للساده المشاهدين، معناتها البيوت الجلوس نتاعنا ولا بيوت الاستقبال اللي فيهم كما نقولوا الكوان معناتها كلي بالتركينه كما نجموا نقولوا هذاك هو، فما اللي ما يتحركوش نحاولوا ناخذوا حاجه اللي تتحرك باش ما نتحصروش على اليمين وعلى اليسار، خاطر مهم برشا يمكن حاجه ما ننتبهولهاش المتراج من بعديك بالبراتيك. المتراج نتاع الصالات ساعات نمشي وتعجبنا يعجبنا موديل نحبوا نشريوه وننساو. توا ولينا نخدموا متاع حاجات سوغ ميزور، متاع تنجم كي تمشي تاخذ يبدا عندك ديجا البلان نتاعك وتخدم حاجه سوغ ميزور تحب معناتها متاع لي ديمونسيون اللي تحبهم تخدمهم. ايوا احنا قاعدين نشاهدوا على الشاشه في الصور مثلا هذا ان ستيل نتاع الصالونات هذوما الدارجين على الاخر توا. هذا الستيل سكندناف هو توندونس نتاع توا. اي كيما شفنا في ثلاثه بلايص كيف كيف هذول دو كنابي 3 بلاص، دو كنابي 3 بلاص وزوز دو شيز معناتها حلو برشا وفي الالوان بالطبيعه اللي على الموضه توا واللي دارجه. نواصلوا اذا معاك النصائح. دونك كي باش ياخذ الكليون الكليون معناتها الصالون يا حبذا كيما قلت لك يعرف يحب كوان والا يحب دو بلاص 3 بلاص، ماذا بينا ديما حاجه ما تكونش اونكومبري في الاسباس اللي عند الكليون. فما حاجات لازم الكليون يثبت قبل ما ياخذ الصالون نتاعو. الحاجه الاولى اللي هي معناتها تعرف الكركاس نتاعك شنو هي تيوب دو بوا، فما فما بلانز معناتها يمشي جينيرالمون في لوي 15 والا لوي 16 والا لي صالون اللي موجودين توا يا حبذا لو كان يكونوا باغوج هو جينيرالمون نخدموا باغوج والا بابلون، اما احسن لو كان نخدموا باغوج على خاطر البابلون اصح وامتن وحتى من بعديك بالوقت متى ما نوعية الخشب نوعية صحيح الماده اللي لوح. منها الكركاس نتاع الصاله نتاعنا على خاطر هي تدوم في الزمن توا بحكم غلاء بعض الاسعار في بعض الاحيان كي تعرف روحك من المكان اللي شاريه منه نجم نهار اخر تبدل صحيح. نجم ترجع حتى المعمل هو بيدو يبدل لك اللون تعمل غوتاباج كان تحب انت بيان سور غوتاباج ديما يكون متى في التيسيو مش في البوا. باهي دونك لازم اول حاجه يثبت في تيب دو بوا. الحاجه الثانيه عندنا الكاليتي نتاع الموس اللي تفهم كاتيجوري كبيره برشا في الموس، وماذا بينا كي نمشيو للفورنيسور باش ناخذوا صالون ما نسالش شنو هي اسم الموس خاطر هذيك سي تانون كوميرسيال، تسال شنو هي الدونسيتي صحيتك، تسال شنو هي الدونسيتي نتاع الموس اللي هي جينيرالمون تكون من 20 القوه نتاع القوه والعلو نتاعو قد ما تكون الدونسيتي اقوى قد ما يكون معناتها اصح وامتن وشدك بيريود خير معناها كل كسوة معناها خاطر بالطبيعة بالاستعمال اليومي نتاعها بيان سور. ومعروف حاجة معروفة الصالون متى أكثر حاجة يكون فيها دهك معناتها أكثر حاجة تحمل دهك معناها نتاعنا كل يوم صباح وعشاء. توا ولينا معناتها الصالون ما عادش قبل صالة مسكرة البيوت ما عادش معناتها الدنيا في عصر السرعة معناتها هذيك هي نجموا نستغلوها معناتها ونبروفيتيو منها الصالة نتاعنا. نعم فوالا دونك الحاجه بون نكمل جوست نحكي سامحني شويه على الموس. دونك نشوفوا الدونسيتي نتاع الموس توا متها فما برشا حاجه تبدلت متها ونجموا ولينا نخدموا بليتو متها موس سبيسيال للي زاسيز وموس سبيسيال للي دوسي صحيتك، خاطر مش كيما ضغط على اسيز كيما ضغط على ظهر متها كي باش تتكا تكون ديما اقل كي باش تقعد تكون متها الدونسيتي لازمها تكون اقوى. وإذا كان زاد الكليون يحب معناها حاجه متها فريمون كونفورتابل على الاخر نجم يخدم كوش دو في 3 كوش دوات معناها اذا كان هو بيان سور يحب. الحاجه الثالثه نحكيو على الواحد دونك حكينا على سامحنا عتيب دوبو حكينا على الموس نحكيو على التيسيو القماش كي باش تاخذ التيسيو ماذا بيك ديما تشوف حاجه اللي تحملك الدهك خاطر كما قلت لك صالون فريمون متها
معناتها أيوه حاجه تطور كبير هو زاد حتى في الاقمشه ونوعيه الاقمشه لانه توا مثلا فلوغ دارج والا فما نوعيه اقمشه اللي تتغسل زاد فما توا في التيسيو فما شوا كبير برسك كل 2-3 سمين معناتها نشوفوا معناتها قام جديده في التيسيو مش كلهم راهم نتاع لي مبل فما نتاع لي ريدو فما نتاع لي تابي فما نتاع الكوسيناج معناتها فما برشا حاجات اما كي باش تاخذ حاجه بالنسبه للصالون ولا ما نعرفش ولا سالا مونجي ولا تيدولي ولا حاجه ماذا بيك ديما تشوف حاجه اللي تحمل الذهب وفما معناتها فما زاد برشا اللي كليون يجي يقول لك نحب حاجه اونتي تاش ما فماش تيسيو اونتي تاش خاطر سا ديبون من التاش معناتها تنجم معناتها ما تنجمش تصب زيت وتقول نحبوا ينظف ما قلت لي انتم اونتي تاش معناتها صحيح فما لي برودوي ناخذوهم لي غران سيرفاس ينظفوا كل اما راهو ما فماش تيسيو اونتي تاش بالطبيعه نستحفظوا الحل الوحيد نستحفظوا فوالا وفما لي اوس فما لي اوس نجم نعاونوا بهم بالكدا بالكدا معناتها كل شيء يجي فيهم حاجه تحط في الماشين لافي وتتغسل فاسيلمون نعم يعطيك الصحه مروه شكرا لك قبل ما نختم معك جيت حبيت نشوف وين التوجه خاصه في الموضه وين ماشيين توا معناتها شنو اللي دارج اكثر فيما يخص لي ستيل خاطر باش نرجع معك ان شاء الله في حلقه جايه وباكثر تفاصيل اليوم حكينا على لي صالون كيفاش نختاروا بيوت الجلوس نتاعنا المره الجايه يمكنش نمشيو لبيوت النوم لكن هات ناخذوا فكره على الموضه وين ماشيه توا اكثر خارج الستيل سكانديناف توا توندونس كبيره برشا في الستيل سكانديناف فما شوا كبير على الاخر فما في لي كولور فما في لي موديل متى فوالا دونك اللي خارج توا الستيل سكانديناف شكرا لك مروه يعطيك الصحه على المعلومات والنصائح اللي قدمتها لنا وان شاء الله تكون حاضره معنا في برنامجنا مره اخرى احنا توا باش نمشيو ونشاهدوا مع بعضنا فكره على اليوم الدراسي حول قانون المالية ل 2018 اليوم الدراسي هذا كان من تنظيم جمعية الوسطاء في البورصة وتأمن هنا زميلتنا فاطمة سويد معلا اليوم احنا ركزنا اكثر حاجه على المؤسسات الماليه لانه لي في بي تي تشتغل اكثر مع المؤسسات الماليه معناها بصفه عامه بنوك مؤسسات تامين مؤسسات فاكتورينغ ولا ليزينغ دونك عملناه مخصص للشركات هذه بون قانون الماليه فيه معنا اجراءات لفائده المؤسسه وفيه اجراءات اللي هي بطبيعه الحال لتعبئه موارد بالنسبه لميزانيه الدوله زياده في التي في هذيك 1% كان عندها معناها ديزون ان امباكت معناها تاثير معناها سلبي درجه كبيره برشا على مستوى المعيشي للمواطن التونسي من ناحيه ماهوش من ناحيه الزياده في 1% وانما من ناحيه انتهازيه بعض التجار في استغلال 1% باش يزيدوا هما في اسعار معناها المواد معناها الاخرى بطريقه معناها جنونيه. اليوم قانون الماليه في غياب موارد ذاتيه مثلا كخصصة شركات عموميه او كبيوع الشركات المصادره في ظرف وجيز يحتم ان نتعداو تعبئه الموارد عبر الجبايه وعبر القرارات اللي جات في قانون الماليه 2018 اللي هي ربما صعيبه ولا لكنها كانت موزعه حسب راينا موزعه بطريقه ذكيه اللي تخلي تعبئه الموارد معناها مساهمه الاشخاص او المؤسسات في تعبئه الموارد كانت بحسب مداخيلهم اليوم نشوفوا اللي مثلا الاداءات على البنوك زادت ب 5% وعلى الشركات الصغرى زادت ب 1% فقط. قانون كارثي البلاد معناتها ماشيه في هاويه دولة فلست ما عادش تنجم تلم الفلوس دايرة على الناس المنظمين اللي عندهم باتيندا وهو منظم والتلميذ الصالح قاعد ياكل في العصا والمهربين والسيكتور باراليل وكله مانعين هذايا معناتها باش يهزنا البلاد في هاوية كبيرة ياسر وخطيرة جدا. الحل حسب رأيك معناها؟ صعيب يلزم حكومة قوية معناتها الناس الكل معناتها يلزم عدل جبائي يلزم الناس كلها تخلص
طبقين ما عندناش توا اكثر من الوقت الحاضر حكومه قويه تنجم تعمل الاجراءات هذه. المرشي نتاعنا معناتها سجل تراجع كبير توا خلال نقولوا الخمس سنين الفارطه دونك في النشاط نتاعو. كنا نستناو وكنا معناتها طالبين انه فما اجراءات تشجع الاستثمار في السوق الماليه. للاسف ما كانتش موجوده في النسخه هذه. ان شاء الله ان شاء الله عم جاي. نحاولوا نحكيوا على كل شيء يهم التونسية والتونسي في برنامج صباحك يا تونس. نحكيوا على الفلاحة، نحكيوا على الصحة، نحكيوا على السياسة، نحكيوا على الاقتصاد، نحكيوا على التحركات الاجتماعية، نحكيوا على أيضا الأكاديميين اللي حلوا مشاريع القوانين كما قانون المالية، نحكيوا على الثقافة، على الطب، ونحكيوا أيضا على المجتمع المدني والنشاط نتاع المجتمع المدني. اليوم باش نحكيوا بشكل خاص على الطفولة من خلال استضافتنا للأستاذة جيهان فرجاني. مرحبا بك يا جيهان، صباح الخير. وهي مكلفة بالإعلام في جمعية أصدقاء المعهد الوطني لرعاية الطفولة. باش نحكيوا على تظاهرة اسمها العيشة في عائلة ناعمة. أول حاجة سيدة جيهان، جمعية أصدقاء المعهد الوطني لرعاية الطفولة إيش هي؟ ألوغ هي جمعية على تحسين ظروف عيش الأطفال فاقدي السمع. نعم. حتى التواجد نتاعنا احنا متواجدين، معناها حتى المكتب نتاع الجمعية موجود داخل. باهي. سادة جيهان، باش ناخذ منك الكلمة لمدة لحظات حتى لين يجيو يريقلوا لك الميكرو. احنا باش نحكيو زادة على المعهد الوطني لرعاية الطفولة، باش نحاولوا نعرفوا به شنو المعهد الوطني لرعاية الطفولة، خاطر وقت اللي واقفين في الكواليس انا وياك بكري شوية قلت لي فما نوع من الخلط صار في اذهان الناس ما بين الجمعية وما بين المعهد، والناس مشى في بالهم اللي تظاهرة اللي نظمتوها نهار الأحد اللي فات هي تظاهرة لتبني الأطفال فاقدي السند، في حين هي تظاهرة باش تحكي لنا أنت بتفاصيلها وجاك الميكرو، شكرا مكرم، هي تظاهرة باش توعي الناس على أهمية مش تبني، أما تو أنت تسميها لنا الكلمة اللي تقولوها، الإيداع العائلي للأطفال فاقدي السند. المعهد الوطني لرعاية الطفولة هو شنو جيهان؟ المعهد الوطني لرعاية الطفولة هو المعهد اللي معناها هو اللي قايم بالأطفال فاقدي السند العائلي. دونك يتواجدوا فيه الأطفال اللي نسمعوك يتواجدوا فيه الأطفال من معناها من اللي دوبة تولدوا حتى العمر ينجم يوصل حتى الخمس سنوات. هو ما عندهمش عائلات، ما عندهمش سند عائلي، دونك المعهد هو اللي يرعى الأطفال هذوما. المعهد هو مؤسسة عمومية، هو مؤسسة حكومية. نعم. دونك أنا ما عنديش الحق راه باش نحكي باسم المؤسسة هذه، جوست باش فسرت شنو. أما حابين باش نعملوا الفرق ما بين شنو هي الجمعية، جمعية أصدقاء المعهد، والمعهد هو بيدو. طب باش نرجعوا للجمعية باش تحكي لنا على العيشة في عائلة ناعمة اللي هي التظاهرة عملتوها نهار السبت اللي فات. انطلاقة يظهر لي النشاط كامل أو اللي حركة اجتماعية كاملة. أي. هما الأطفال اللي موجودين بالمعهد واللي هما فاقدي السند العائلي. أنا تصور فوالا تنراو هما. تري بيان فوالا، دونك هذه هي التظاهرة، دونك هو يوم تحسيسي للعائلات اللي هما قادرين باش يستضيفوا صغار عندهم ويتلهوا بهم معناها كعائلاتهم معناها. والفترة تدوم قداش؟ فما نوعين معناها من العائلات الاستضافة هذوما، فما الاستضافة قصيرة المدى للأطفال اللي هما خارجين من بعد للتبني. دونك الفترة نتاع الاستضافة هي المدة اللي معناها نكملوا فيها اللي باش تكمل فيها الإجراءات الخاصة بالتبني متاع الأطفال، والأطفال باش يمشيوا من بعد العائلات متاعهم. دونك الاستضافة تكون قصيرة المدى. اللي ركزنا عليه احنا بالأساس معناها نهار السبت هو الاستضافات للأطفال فاقدي السند العائلي واللي هما من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
اعمارهم قداش تقريبا جهين؟ الاعمار نتاعهم من معناها من معناها من 6 شهور معناها حتى تنجم توصل حتى الاربع خمس سنوات. لكن هم عندهم اعاقات فوالا خفيفه، خاطر ما معناها الدوله راهو ما تسمحش باش يخرجوا الصغار اللي عندهم اعاقات عميقه على خاطر خاصه فوالا لهوه خاصه اكسيتيرا. والغايه ماهوش اثقال كاهل العائله اللي باش تستضيف الصغير هذايا. قداش تقريبا عدد او نسبه الاطفال فاقدي سند اللي موجودين اللي فيها الشريحه العمريه هذه من العمر نتاع بيبي حتى الخمس سنين تقريبا؟ والله هما فما فوق ال 150 صغير. واللي توا نجم نقولوا انا بالنسبه للمعهد واحنا معناها اللي قاعدين نعيشوا فيه مع المعهد انه طاقه استيعاب المعهد وقع تجاوزها معناها برشا. هما تو موجودين هال 150 عند المعهد أكثر هما أكثر موجودين عند المعهد موجودين في المعهد. دونك انتم تحاولوا كجمعيتكم تلقاو لهم عائلات حتى المعهد زاد هو اللي قاعد يحاول باش يلقى عائلات استضافه، خاطر هذاك المخرج الوحيد باش ننقذوا الصغار هذوما باش يخرجوا باش يعيشوا باش يعرفوا اش معناها عائله، خاطر المعهد ياكلوا بالكدا يلبسوا بالكدا فما دي سباس دو جو زاد غاديك اللي نجموا يلعبوا فيهم وكل. احنا معناها المتطوعين اللي يجيو للجمعيه زاد متواجدين اما مش كيما صغير من بعد معناها في وسط بو ام ولا خوات. شو عملتوا نهار السبت؟ دونك نهار السبت هو يوم تحسيسي، جاوا فيه عائلات دونك باش يسالوا باش يستفسروا معناها شنو معناها عائله استضافه ولا عائله استقبال. برشا اهتمام معناها من العائلات هذوما، دونك ننتظروا انهم يرجعوا باش يبداوا الاجراءات ويستضيفوا الصغار هذوما. فما صغار زاده اللي هما ديجا في عائلات اللي هما تولوا معناها شبان معناها كبروا وجاوا قاموا عندهم معناها يسون باسي بار دي فورماسيون بروفيسيونيل تكوين مهني فوالا وجاوا عرضوا المنتوجات اللي صنعوهم وباعوا المنتوجات هذوما. دونك فما اللي صنعوا الحلي، فما اللي صنعوا مرطبات اكسيتيرا، دونك صاروا دي ستاند وجاوا باعوا المنتوجات نتاعهم مع عائلاتهم. دونك سي اوسي معناها كانت كيف اللي شهاده معناها من صغار هذوما معناها للوضعيه اللي عايشينها في وسط عائلاتهم. انا مستقروا لقاو عائله تبنيت ولقاو دفء العائلي وقراوا زاده وتوي كيشقوا في طريقهم في مسيره مهنيه عندهم خدمه وان شاء الله يدخلوا للحياه الشاغله باش يدخلوا يخدموا معناها بداوا. نعم. دونك هذه الرساله اللي تحب تقولها جمعيه والله فما زوز رسائل معناها نحب. اولا بالنسبه لنا احنا للجمعيه ماذا بينا العبيد اللي عندهم شويه وقت ما فيها باس يجيوا ينخرطوا معنا في الجمعيه يزوروا الاطفال يلعبوا معاهم احنا ناطروهم بالطبيعه معناها المقر نتاع الجمعيه في وسط المعهد هي في وسط المعهد في منوبه دونك المدخل نتاع القصاب نتاع سبيطار القصاب. دونك الجماعه اللي عندهم شويه وقت نساء ولا رجال دونك ينجموا يجيو يزورونا دونك في الجمعيه احنا ناطروهم واحنا نوريهم كيفاش ينجموا يعتنيوا بالصغار شويه وقت جوست باش يلعبوا مع الصغار باش يحطوهم في حضنهم. عندنا دي بيبي اللي ديما في الفروشات نتاعهم معناها ايزون بوزوان ديتر ان بو في الاحضان معناها باش يحسوا كالدفء والعاطفه الانسانيه اللي يعطيوها البو والام عاده. هذا هي الميساج الاول. دونك بالنسبه للعباد اللي نجموا يتطوعوا دونك مرحبا بيهم في الجمعيه. نهار الثلاثاء ونهار الخميس احنا المكتب نتاعنا مفتوح الصباح من 9 نتاع الصباح حتى الماضي ساعه دونك ينجموا يجيو ويتصلوا بينا. الرساله الثانيه هو بالنسبه للعائلات الاستقبال اللي راه في نفسه القدره باش يجي راهو معناها il va sauver un enfant donc راهو باش يخرج صغير من الوحده اللي عايشها من معناها من الحرمان اللي هو عايش فهمت. دونك ما يبخلش راهو ماهمش صغار اللي عندهم اعاقه كبيره دونك سي ادابتي للعائلات اللي قادره باش تحتضن وتستقبل الاطفال هذوما. شكرا لك سيده جيهان فرجاني مكلفه بالاعلام في جمعيه اصدقاء
المعهد الوطني لرعاية الطفولة. كنت بحثين حكينا شوية على تظاهرة العيشة في عائلة ناعمة، بقيت التفاصيل بقيت المعلومات ينجموا الناس يتحصلوا عليها من خلال الاتصال بكم مباشرة كما ذكرت انت في منوبة في المدخل نتاع مستشفى القصاب، هكا في مدخل مستشفى القصاب دونك نفس نعم. المدخل احنا اخر الباب اللي مقابل. شكرا لك لجيهان، نخليكم مع منى ومع محمد عماري في فقرة استهلك تونسي. شكرا لجيهان. وصلنا فقرات برنامجنا، وصلنا لفقرة استهلك تونسي. الحقيقة محمد عماري مستنسين بي جينا كل نهار الثلاث باش يقدم لنا وصفات طبيعية، لكن اليوم نحكيه مع محمد بوصفه عنده منتوج وصاحب شركة في تصنيع المواد التقليدية الحرفية اللي بتبيعها. المنتوجات هذية 100% طبيعية، قاعد يغزو بها في الأسواق العالمية، وصل عمل اسم في تونس وفي العالم. صباح النور محمد، مرحبا. صباح الخير، عودناكم دي غوسيت. اليوم جيت ان طونك صاحب مشروع فورمولاتور، مي صاحب مشروع وصاحب مشروع نقول انه احنا نقدروا ننجحوا. يعني مش صحيح نشوف في عباد تقول ما فماش خدم جو سي با كوا الحكايه هذوما الكل، راهو نجموا نخدموا. عاملين الناس كل قارين، الناس كل عملنا، الناس كل وصلنا، الناس كل تعبنا، الناس كل 20 سنه قرايه، لكن وصلنا نعملوا حاجه ونكتسحوا به الاسواق العالميه. باهي محمد، نفسر للساده المشاهدين، هي الفقره استهلك تونسي اللي من خلالها نوريو المنتوجات والا الحرفيين والا الناس اللي تشتغل وقاعده تقدم في منتوجات ذات جوده عاليه اللي قاعده تزاحم وتوصل في اسم تونس في الخارج. خاصه منتوجات هذه تلقاها خاصه في الخارج من خلال المعارض، من خلال بعض الموردين التوانسه زادة اللي ياخذوا في المنتوجات هذه وقاعدين يسوقوا فيهم. هات نحكيو على اليوم حاضر بمجموعه وتشكيله من المنتوجات اللي تقدمها محمد، التجربة التونسية والتجربة التونسية، لأنه المنتوج هذا منتوج بامتياز منتوج تونسي في بالطبيعة النحاس المقتولي التونسي، معناتها لومبالاج كامل تخمم و... ايدنتيتي اي في ايدنتيتي تونسية. نعم. الفكرة نتاعي من الأول وقت اللي بديت باش نعمل مشروع قالوا لي كيفاش تسيب الخدمة اللي هي فيكس وتمشي تعمل مشروع خاص وتقعد في ريسك. اي قلت لهم اني جو سوي بري باش نعمل الريسك هذاك في مقابل اكزاكتومون في مقابل انه اسم تونس يكون موجود في العالم. نعم. اي عندي هدف، الهدف لازم يكون عندك معنى باعث مشروع، اهم حاجه يكون عندك هدف. نعم. عندك اوبجيكتيف تحب توصل له. نعم. مش انه انا عملت مشروع وكهو انا سي لازم عندك هدف تحب توصل، تحب تعمل حاجه على شان انترناسيونال. عام تلا بديت مشيت مثلا الميزون يوبجي في فرنسا. أيه. ميزون يوبجي في فرنسا كان من اول معرض عملته، وكان من معنى البدايه نتاعي انه تعرفت على ثلاثه معناها عباد خداو من عندي لو برودويزون تخوا كونسوماتور في دي ماغازان وفما انستيتيو دو بوتي. فرحت برشا، قلت هاو مشي لو برودوي وعجبهم لومبالاج سي اون ايدونتيتي بالكويفر مارتولي بالنحاس. من فرنسا عملنا بايزومبل هذا اول عام بديت فيه، عندي تواني بريسك خمسة سنين داخل في السادس عام اللي بديت. وقاعدين على الشاشه في بعض نشاهدوا في بعض الصور مثلا بيوتي وورد، بيوتي وورد في دبي. في دبي اون كارتوني سورتو افيك لو بارفان، راهو البارفان تبارك الله معناها عملنا اون جام دو بارفان، دو بارفان عملتها كاو مي تبارك الله معناها عندي اقبال كبير جدا 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 على البارفان على العطور على العطور. زاده عملت لو مارشي في الدنمارك والسويد. أي. اللي هو توا معناها بالنسبه للعالم كلنا احنا توانسه ماشيين كان السوق الاوروبيه اللي هي المحدوده فرنسا وايطاليا الحلفاء القديم معناتها القدم اللي نعرفهم المانيا فرنسا ايطاليا وسويسرا معناتها ذاك القراب القراب. لكن يفو فيزي بلو لوان، يفو فيزي بلو لوان. باغزوم مشيت عملت السويد كو سيت ان مارشي انورم، عندهم لو ريسبي اونفير لو هاند ميد لو في مان.
الصناعة التقليدية، الصناعة التقليدية، الصناعة اليدوية، هذايا هو اللي المهم معناتها احنا نحبوا نركزوا عليه. هو محمد انت خممت في الناس الكل، خممت في الوجه، خممت في الشعر، خممت في القماش، خممت في الرجل، في المرأة، دي كوفخي زيد هاو نشوفوا مثلا هذو هذايا ان كوفخي بوغ ال السيدة شنو اللي فيه؟ فيه باغ اكزومبل اون كريم، اون كريم هيدراتونت، اي عن اماسك هيدراتون اوسي اي ان بارفان باسم لو بارفان تونا روز، لو تونا روز اون بربير سي ليسبوار. حتى الاسم محلاه، سي توجور اون شيرش، معناها اون شيرش ايدونتيتي، ايدونتيتي معناها نرجعوا اصلنا لجذورنا. نعم، هذه ميم شوز بوغ هوم للرجال كذلك. خاطر علاش ديما تلوج على كوفخي بوغ هوم؟ تفضل. اي نلوجوا على حاجه بوغ ديما للنساء، لكن ما نلقاوش حاجه جديده بوغ هوم. عملت زاده اون كريم ابخي غازاج بوغ هوم، عملت لو ماسك اونتي بوان نوار بوغ هوم، وعملت اون ويلا بار بور لي مير كي سون عندهم اللحيه كيفي مثلا، اون ويل تعمل اللحيه تزيد نتاع اللحيه كي تري توندونس في الالوغ في ليشيل انترناسيونال. كما اللحيه ذا موضه، تري زالا مود، تري زالا مود. معناها اكثر حاجه خدمتها في ايطاليا في ميلانو هي الويلا بار. باهي عملنا باغ اكزومبل هذا اللي هنا موجودين. اني هنا خدمت على لي سيس كولور دو لارجيل دو لا تير. عندنا لارجيل مارون تفل بالوان، واحنا كنا قبل في وصفات حكينا عليه، هو بيدور لي موجود فوالا. هذا تفل المارون البني اللي هو يعمل عملته اني زدت دي برودوي اخرين، ويعمل لي بيغمونتاسيون لي تاش. هذا لارجيل روج اي لي كونتور دي زو اونتي سيرم تاع حدود العين، او ميم طون يعمل اونتي ريت خاطر زدته زيت نتاع قلوب الهندي. مثلا هنا لارجيل روز هاو الابيض مثلا، الابيض الي اكليرسيسون بوريفيون اي اونتي ريد، الفيرت حكينا عليها اونتي بوان نوار. معناتها كنا حكينا عليهم هذوما بالطبيعه وصفات كنت انت قدمتهم. شوفوا الشامبوان، شوفوا الزيوت، زاد الزيوت قداش مهمه خاصه الزيت نتاع المساج، فما برشا حاجات بالطبيعه. هو محمد ده حبيناها تحيه وحبيناها رساله اكزاكتومون منك، باش نخلي كلمه الختام بالطبيعه في لقائنا معك اليوم، شنو هي اللي تواجهها للشباب خاصه اللي يحب يخدم، تحب تخدم معليك، كان عندك فكره مشروع واصدم. راهو عندنا برشا مصادر في تونس ان تمول المشاريع الصغرى. راهو النجم نعطي اكزامبل بسيط على الاخر، احنا في تونس عندنا مونك كبير نتاع التقطير نتاع الزيوت الروحيه. كان نزرعوا لي بلونت، لي بلونت اروماتيك مدومة كيما مثلا ليك اللي وزعت روحي هذاك موجود. لكن نحكي يعني مثلا لافونت، نحكي مثلا على الميراميه تزرعها، يعني عندك ارض كامله وتزرعها وتطلع منها الزيوت. الزيوت غاليه برشا، فيها قيمه كبيره برشا. نعم، وفما دي فون انترناسيونال تشجع، تشجع بالطبيعه، فما ناس بالطبيعه حتى الدوله نتصور تشجع في المجال هذا. شكرا ليك محمد، يعطيك الصحه لحضورك معنا، وعلى توا باش نمروا الى فقره التغذيه. التغذيه، ويحضر معنا دكتور عبد المجيد عبيد المختص في التغذيه اليوم، باش نقدم لكم نصائح بايجاز. النصائح هذه فيما يخص تغذيتنا، كيفاش نقدموا نهتموا برواحنا بالطبيعه من خلال التغذيه، من خلال يمكن ردين بالنا خاصه في نوعيه التغذيه اللي ناكلوها كل يوم، اللي بالطبيعه يوميا قاعدين ناكلوا في برشا حاجات، نتغذوا من برشا حاجات. كيفاش دكتور نجموا نحافظوا على صحتنا؟ كيفاش نجموا نحميوا رواحنا من بعض الامراض؟ شكرا. هو ان معناتها ماذا بيا ديما المشاهدين ينتبهوا ان راهي التغذيه وقايه من الامراض، ووقايه من الامراض اللي موجوده باش ما تتضاعفش وما تزيدش تضر اكثر. نعم. لاحظنا اللي ديما التغذية اللي
اكثر الناس ياكلوا فيها راهي لا هي صحيه ولا هي سليمه ومش متوازنه. لا. احنا نحبوا نكتسبوا هال التربيه الغذائيه والسلوك الغذائي باش نغيروا ونصلحوا. نعم. شنو التصليح؟ التصليح فما برشا زياده في الكميه، انا نحب هنا نركز برشا على الكميه، كل غذاء تاخذه نوعيه يلزمك تشوف الكميه اللي هي مناسبه ليه، مش تاكل وكهو ما تعرفش حتى الكميه. احنا هنا الكميه. الكميه عندنا العجين. ايه. والخبز. الخبز خاصة. العجين والخبز. الكميه مازال في تونس الناس تاكل برشا خبز وتاكل برشا عجين. ايش يؤدي هذا؟ يؤدي الى تخثر الدم، وتخثر الدم يعطي ضغط الدم الداخلي في الاعضاء اللي في المخ والعيون والكلى، نقصد بهم هنا الشرايين الجيده. ايه. الجيده. ما لا الناس كي تاكل خبز تاكل برشا راهي تحدث تخثر الدم، نقصوا من الخبز نتاعنا. ونقصوا من الخبز مع الخبز فما ناس تاكل حتى الخبز مع مع العجين. مع العجين مش معقول. احنا هنا نحبوا نركزوا الخبز يلزم النقص، ناكلوا الخبز كان وقت اللي عندنا مرقه، مرقه حاجه. وفي المرقه هذه ان نركز باش ناكلوا بالمغرفه وربع باجيت يكفي باش نكملوا وجبة كاملة. نعم. ربع باجيت. وإذا كان هزينا عجين معناتها مقرونة ولا كسكي ولا روز نكتفيه بخمسة ستة مغارف فقط. باهي دكتور، كي أنا نعمله مثلا الخبز نتاعنا دياري في التهار بالطبيعة بفارينة نعرفوها بقمح ولا بغير ولا بشعير ولا مهما تكون، معناتها المواد توا فما شوفان فما برشا حاجات. النساء ولا تحب طيب في دارها. الكمية هل ديما تقعد ربع؟ أيوا أنا نحب هنا نقول معناتها نحسنوا نوعية الخبز والكمية ديما ناقصة، على خاطر الكمية كي تكون برشا حتى من الخبز هذا الكامل راهي تحدث تخثر الدم، وتخثر الدم يعطي ضغط العروق الشرايين. هذا تصحيح لمعلومة دكتور، معناتها مش كان بدلنا راهو الخبز. أيوة. النجم. أيوة. بالطبيعة الكمية ديما تقعد صغيرة. الخبز أحسن حاجة هو النوعية اللي خبز كامل فيه الشوفان فيه النخالة وكل شيء، هذه النوعية هامة برشا، لكن الكمية لازم تكون شوية. نعم. وما نفوتوش ربع باجيت في وجبة يكفينا. نعم. وعندنا وجبة أخرى تأخذ فيها ربع باجيت، هذه نص باجيت يكفي في اليوم كامل. نعم. هذه بالنسبة للخبز. بالنسبة للعجين نزيد ونأكدوا أن راهو السكر وحطان السكر في القهاوي والمشروبات اللي فيها السكر والمرطبات اللي فيها السكر والسكر اللي نحطوه بيدينا. هذه الكل يحدث تخثر الدم وضغط الدم في الاعضاء. فرصه بها وحتى السكر غلاء دكتور، خلينا نقصوا من انا نحب هنا اليوم معناتها المشاهدين اللي يسمعوا فيا ينقصوا من الخبز وينقصوا من السكر والملح زاده وينقصوا من الدهون الزيت والزبده وجميع الدهون اللي والمايونيز وغيرها. وعندهم نقصان في حاجة أخرى هما الخضار، ماذا بين الخضار تاكل سلطة ولا خضرة طايبة مطبوخة مرتين في اليوم. دكتور بلي باش نسألك بالنسبة للعصير اللي نعرفه نقبلوا برشا توا العصير بصفة عامة، فما عصير الجزر اللي هو نافع برشا، لكن يقولوا فيه برشا معناتها يدور لي سكر فيه برشا مزيدة. لا ما فيش برشا سكر، مش برشا سكر. السفنارية ما فيهاش برشا سكر كيما الخبز، الخبز فيه 50% سفنارية. معناتها نجمو ناخذوا منها عادي توا خاطر وقتها نجمو نعملوا عصير الجزر ونعملوا عصير زاد الخضار الكل مع بعضها والبتراف زاد حتى عصير البتراف. ايوا والكل معناتها كي نعملوا برودو معناتها هكا كله عصير. نعم. راهو نركز برشا على الخضار وجميع انواعها وبجميع الوانها. نقصوا كيما قلت دكتور الخبز العجين بصفه عامه الملح والملح الماء الملح عفوا والسكر والسكر والدهون. والدهون بصفه عامه الزيت، نقول الزيت معناتها ما يضرش، زيت الزيتونه باهي لكن بالكميه الكبيره لا لا يحدث. نعم. تخثر ويسمن ويعمل في هذا الكل يضري. اهم حاجه نجمو ننصحوا بها الماء. شرب الماء. شرب الماء خاطر الماء ديما يخلي الدم جاري ويجري مليح في العروق حتى الجيده. هذا يعطيك الصحه دكتور. هي حبيناها بعض النصائح بالطبيعه من خلال الفقره هذه بالنسبه لليوم. ان شاء الله الاسبوع الجاي عندنا موضوع اخر يمكن نرجعوا على الامراض خاصه الامراض الغذائيه لانه فما برشا بالوحده بالوحده بالطبيعه. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه بالتوفيق وان شاء الله تكون حاضر معنا الاسبوع الجاي بالطبيعه من خلال فقره التغذيه. احنا توا باش نمروا مع فاطمه وضيفها الكريم. موسيقى
معكم في صباحك يا تونس. نتحدث الآن على برشا حاجات مهمة وبرشا قيم وبرشا حاجات الناس ما تعطيهاش أحيانا أهمية، القانون وسيادة القانون. نعرفوا أنه في تونس ثم حقوق وثم واجبات، ثم عديد من المواطنين اللي واعيين بحقوقهم وواجباتهم، لكن ثم في المقابل برشا مواطنين ما همش فاهمين، ما همش عارفين شنو ما حقوقهم وشنو ما واجباتهم. اليوم نتحدثوا على برشا ناس في المجتمع المدني داخلين بقوة في الحياة العامة في الشأن العام، قاعدين يساهموا، قاعدين يتحركوا، قاعدين يتكلموا، قاعدين يعبروا على برشا حاجات، وهكا النجم نقولوا أنه قاعدين نمشيوا في طريق وخطى الديمقراطية. هذا مهم برشا. اليوم في المقابل نجم نشوفوا الناس خاصة الموجودة في الجهاد ما همش فاهمين، ما همش منخرطين، يحسوا أنه انتمائهم لهذا الوطن يكفي أنهم يكون عندهم دار ومسكن ولباس وماكلة في بقعة معينة في رقعة من تراب هذه الجمهورية، لكن ما عندهمش انتماء كبير للوطن هذه، وإلا ما همش داخلين يعني في الحياة العامة وفي الشأن العام. اليوم انعقد اللقاء الوطني حول مواطنون ومواطنات من أجل سيادة القانون اللي نظمته ونظمه تحديدا المعهد التونسي للديمقراطية والتنمية. ويحضر معايا سي الياس الزين، هو رئيس المعهد التونسي للديمقراطية والتنمية. نرحب بك، أهلا وسهلا. يعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة. شكرا لك سي الياس. اليوم علوية القانون وسيادة القانون، وعنا قانون في بلادنا وعنا دستور أيضا يضمن معناتها برشا قيم، برشا حقوق وبرشا واجبات أيضا موجودة، لكن مع هذايا نحس أن المواطنون تقريبا ما همش فاهمين حقوقهم وواجباتهم. جاء اللقاء هذايا الوطني اللي نظمتوه انتوما باش تكونوا قراب أكثر خاصة في الجهات، وعندكم برنامج كبير قاعدين تخدموا عليه، بديتوا بستة ولايات. نخلي لك المجال باش نفهموا أكثر شنو الأهداف متاعكم اللي قاعدين تخدموا عليها. يعطيك صحة. المشروع اسمه مواطنات ومواطنون مجلس سيادة القانون، تم تنفيذه في جزء النموذجي في ستة ولايات، اليوم باجة وسليانة، قصرين وسيدي بوزيد، تطاوين وتوزر. من خلال المشروع هذايا وعبر التمويل نتاع التعاون الالماني، حبينا نفهموا بالضبط ثقافه حقوق الانسان ومنظومه الحقوق والواجبات اللي عند المواطنين والمواطنات التوانسه، خصوصا في الجهات، ونحن ماشيين في مسار لا مركزي. شنو حسيتوا؟ حسينا للاسف بعد التدريب اللي عملناه للنشطاء وبعد الفوكس جروب، معناتها المجموعات اللي خدمناها ومشاركوا فيهم حوالي 528 شاب وشابه، انه الثقافه هذه ضعيفه برشا. التونسي عنده انتظارات كبيرة من دولته، لكن في نفس الوقت ما عندوش علاقة طيبة مع المؤسسات، ما عندوش ثقة كبيرة في المسؤولين على مستوى محلي وجهوي. الدولة غايبة في بعض الجهات، شعور الانتماء في بعض الجهات الحدودية كيما ما نحبش نسمي، لكن مشينا قابلنا مواطنين يقول لك انا ما يجمعني بتونس كان الضرب وبطاقه التعريف، تونس ما عملت لي حتى شيء، تونس بالنسبه لي انا ما ترمزش للامل وللحلم. وظهر لي اللي صاير في الفتره هذه اللي عايشته بلادنا يفسر نوعا ما، ومعناتها ياكد المعلومات اللي خذيناها لهنا سي الياس من خلال على الاقل المعهد التونسي للديمقراطيه والتنميه. دوركم شنو بالضبط؟ في جزء اول هو فهم الظاهره، فهم الظاهره علاش التونسي عنده ضعف شعور المواطنه وضعف ثقافه حقوق الانسان، برغم نحن بلادنا عريقه من خلال عديد المؤسسات والبرامج. شنو اللي يخلي التونسي اليوم على الاقل ثم عزوف او معناتها بعد شويه يقول لك المناخ اليوم مناخ عدم ثقه قاعدين نحسوا فيه؟ للاسف نحن صورنا انه الانجاز كي عملنا في 26 جان في 2014 الدستور ماشي بين حق حققنا الثورة، لكن الدستور هو خطوة أولى في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، مش كما قبل دولة القانون والمؤسسات اللي تحترم المواطن وقائم على ثقافة الحقوق والواجبات بين المواطن والمسؤول. نحب نفسر لك بطريقة بسيطة شنو حقوق الإنسان. سيادة القانون هي حقوق الإنسان جزء بليه، معناتها عمود من أعمدة دولة القانون. هل دولة القانون هذه فيها ثمانية أعمدة كيما الدار؟ نحن بنينا كان عرسة ولا عرستين، مازلنا قدامنا خمسة وعشرة وخمسطاش وعشرين سنة باش نبنيو دولة سيادة القانون اللي قائمة على المساءلة، اللي قائمة على الحكومة المفتوحة، اللي قائمة على إنفاذ القانون في علاقة بالحقوق والواجبات. المواطن يغلط ولا المسؤول يغلط ولا عون الأمن يغلط يتحاسب.
ومعناش ما نخافوا من حتى حد، واللي قايمه على النفاذ الى الخدمات في علاقه خصوصا بالوصول الى العداله. اللي هو برك قاعد يتحاسب غيره ليه؟ للاسف هذا هو الشعور اللي حسينا به، واللي هو مؤشر سيء بالنسبه لنا، انه الناس ما يعتبروش انه الدوله قريبه لهم، انه الدوله قد مقدمت لهم ايديها، انه المسؤول بابه مفتوح لهم. موجوده باش المواطن اليوم يحس انتماء كبير للوطن هذا. والله مش منقولوش شعارات، نحن نمنو على الاقل في المشروع هذايا ومن خلال المؤشرات اللي خرجت لنا انه اللامركزيه معناتها بالانتخابات البلديه القادمه باش تكون خطوه نحو بناء دوله القانون، لانه باش تقرب الخدمات وباش تقرب المسؤولين وباش تقرب المنتخبين للمواطنين نتاعهم. الاشكال اللي صار انه المنظومه الحاليه ما تسمحش بالمواطن باش يوصل صوته، والمسؤول ما عندوش ما يقدم للمواطن، وهذا اللي اختر. يقول لك نمشي انا على مستوى محلي معتمد ولا والي ما عنده ما يقدم لي، لاني المنظومه ما زالت مركزية إلى حد اليوم، بطريقة أنه قرارهم حاجة جهة ما يتخذ كان على مستوى مركزي، وثقافة تجي المسؤول ويعلن على الإنجاز، وهذا يختير برشا، لأنه انتظارات المواطنين ما عادش تنجم تصبر في علاقة بحاجيات أساسية وضرورية. وحاجة أخرى، في 7 سنين المواطنين ما يحسوش حاجة تغيرت حياتهم اليومية، لا خدم، لا تبنات مدرسة، لا كمل الأوتوروت، لا ثم خطر كبير. حاجة ثالثة، ما عادش عندهم ثقة في الأحزاب، وانتقلت ثقة إلى المجتمع المدني. 22,000 جمعية ويسمعوا بتمويلات ويسمعوا بإشكاليات وكذا، يقول لك وين الجمعيات؟ وين المواطنين؟ أنا مع شكون باش نثق؟ المسؤول ما يسمعنيش، والإعلام ماهوش موفر البروكسيميتي، القرب اللازم ليا باش يوصل لي صوتي، أنا كيفاش نوصل صوتي؟ ما عندي كان نحرق على جالي وما عندي كان كذا. ونمروا إلى الجزء الثاني اللي هو التكسير والاعتداء على الممتلكات، وهذا اللي صاير. نحن هذا قلناه من جوان، قلنا راهو فما خطر، راهو قنوات التواصل والاتصال مع المواطنه والمواطن على مستوى محلي وجهوي ما فماش، راهي مفقوده، راهو المعتمد اللي يحل بيروه نص ساعه نهار اربعه باش يقابل 200 مواطن يقابل منهم خمسه، راهو ما عادش موجود، راهي ثم ناس على مستوى محلي وجهوي ماهيش قاعد تلعب في ادوارها، راهي احزاب المعارضه غايبه في المشهد على مستوى الجهوي. وقت اللي نسالوهم شكون على المستوى الجهوي، مع المستوى الجهوي والمحلي، نحن الفكره نتاع المشروع هو بنائه من لوطه، معناتها على مستوى محلي وجهوي باش نقدموا مقترحات. علاش ما خدمتوا باش تنجموا تقدموا مقترحات؟ والله خدمنا نحن على فما برشا مشاكل لهنا، خاصة في علاقة باللامركزية احنا لهنا، لكن على شنو خدمتوا كي تحطوا على قرب؟ اليوم ثم دولة قاعدة تحارب في الفساد، اليوم ثم دولة قاعدة تسعى بأنه معناتها توفر المعلومة من خلال العديد معناتها اليوم من الهياكل اللي قاعدة تخدم منها، محاربة الفساد، ثم زاد حق النفاذ للمعلومة، لكن تشوف المواطن ماهوش منخرط للأسف. المواطن يعتبرها شعارات، لأنه على مستوى محلي وجهه يعرف الفست ويعرف الفساد ويعرف الرشوة ويعرف اللي ما ينجم يقضي قضية في البلاصة المعينة، حبش نسمي إدارة بذاتها، إلا بمعلومة، ويعرفوا اللي ثم ولد فلان خدمه، ثم اللي المسؤولين اللي على المستوى الوطني غايبين عليهم، أنه المواطن على مستوى محلي يعرف ولد شكون خدم بطريقة ولد شكون، يعرفوا أنه ثم كلام قاعد يتقال إلى حد اليوم. الدولة ما زلت ما رفعتش من مستوى القانون، يعني اليوم بسيادة القانون بعلوية القانون الناس الكل تتحاسب، والناس الكل معناتها تتحط على نفس الكفة والميزان، معناتها مش هذا مواطن يتحاسب كما نقولوا الدرك الكل يتيح عليه ومسؤول ينجم يحمي روحه. ما نجموش ننكروا انه ثم بدينا في المسار هذا، لكن شنو عملتوا بالضبط معناتها؟ نحن الفقرات بتاع المشروع كانت في فترة نموذجية، دربنا نشطاء وناشطات من على ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون، واعطيناهم استبيان، قلنا لهم امشيوا للجهات احكيوا مع المواطنين على 4 محاور. المسائلة، هل الإدارة المحلية والجهوية فما طريقة نتاع باش توصل صوت وتسائلها وتحاسبها؟ هل طلباتك ورؤيتك لواقعك التنموي والثقافي والاقتصادي قاعدة تنفذ فيه السياسات العمومية؟ قلنا لها القوانين هل هي منصفة؟ هل هي تطبق عليك وعلى غيرك؟ هل هي تطبق على المسؤول وعلى المنتمي سياسيا وعلى المواطن العادي؟ قلنا لها الحكومة المفتوحة، هل الدولة قاعدة تقوم بدور باش توصل المعلومة، خصوصا أن نحن عن خطة وطنية هذه الثانية توا، واللي تونس عندها تعهدات، وللأسف التعهدات بتاعنا على مستوى وطني مانيش قاعدين نقدموا فيها، لأنه التعهدات هي تقريب المسافة وتقريب المعلومة للمواطن وتبسيطها. ثم نماذج نتاع بلدان مشيت خطوة كبيرة في المشاريع كما هذه، علوية القانون وسيادة في المنطقة العربية، تونس تعتبر رائدة إلى جانب الأردن والمغرب، معناتها نحن قدمنا، لكن المشكلة أنه خذينا مسارات ومن بعد ما نجموش نقدموا تعهداتنا، بمعنى أنه نقولوا باش نعملوا بوابة وما نعملوهاش، ولا نعملوا بوابة بالطريقة اللي المواطن ما يستفادش
استفادش منها. رجعنا الى ثقافه انه نعملوا تعهد لغايه التعهد مش لغايه الاستعمال والاستفاده. ثقافه التقييم والمتابعه غايمه علينا كمجتمع مدني وكمسؤولين وكاعلاميين. هذاك علاش الثقافه الجديده. استضافه سي الياس زين، شنو ما لي كونسيني اللي تنجموا تقدموهم يعني والله للمشاهدين؟ الكونسيني اللي خرجت لنا من خلال اللقاء الوطني وعبر المنصه نتاعنا نتاع المشاركه participation.tn انه اهميه انه نخلقوا فضاءات للحوار وللمشاركه للمواطنين، نخلقوا ديكانو قنوات للمشاركة. شكرا لك، شكرا لك ضيفي سي الياس الزين رئيس المعهد التونسي للديمقراطية والتنمية، كنت حاضر معنا في برنامج صباحكية تونس. هكا وصلنا لختام برنامجنا لليوم، شكرا لكل من ساهم في رسم صورة طيبة، نرجو أن تكون قد نالت أعجابكم. في أمان الله، نتلقى غدوة إن شاء الله نفس التوقيت على نفس القناة.